بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، يسعدنا أن نلتقي معكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، ودرسنا اليوم بعنوان ولكن. قبل أن نذكر عنوان الدرس، تعالوا معا نرى هذه الصور لنعرف عن أي شيء تعبر. تمام، جميل. أسمع أحدكم يقول هذا علم مصر. جميل، وهذه الصور تعبر عن مصر. أحسنتم جميعا، وحضارة مصر. جميل، تمام، وهذا هو موضوع درس اليوم إن شاء الله، الذي هو بعنوان مصر هي الدنيا، وهذا نص شعري للشاعر الكبير أحمد شوقي. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس، لا بد أن نتعرف على شاعرنا أحمد شوقي. أحمد شوقي هو شاعر مصري معاصر، وقد علمنا قبل ذلك أن كلمة معاصر تعني أنه ولد في العصر الحديث. ولد بالقاهرة عام 1870، حفظ قدرا من القرآن الكريم وهو في سن صغيرة، وأظهر نبوغا واضحا في صغره، وسافر إلى فرنسا ودرس الحقوق، ومن أهم أعماله ديوان الشوقيات. توفي عام 1932. بعد أن تعرفنا على شاعرنا وهو أمير الشعراء، نأتي إلى النص ونقرأ مع بعضنا البعض. مصر هي الدنيا، اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. نعيد النص مرة أخرى. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. وبعد أن قرأنا النص، تعالوا معا سويا لنحلل أبياته معا في هذا الجزء. أول ثلاثة أبيات: اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا. كلمة نسود معناها نسبق أو نغلب، وادينا هو وادي النيل، والمقصود في هذه الأبيات مصر، وجمع وادي وديان أو أودية. نعيد أي نرجع ونكرر. محاسن أفضال، ومفردها حسن وعكسها مساوئ. نؤيده أي ننصره، والعكس نخذله أو نتخلى عنه. نشيده أي نبنيه أو نقيمه، والعكس نهدمه. الشاعر في هذه الأبيات يقول أننا في هذا العصر نستطيع أن نسبق غيرنا، وأن نسود هذا بهذا الوطن، وذلك عن طريق العزيمة والسعي الجاد، ونعيد أمجاد الماضي، وذلك عن طريق العزيمة والسعي الجاد. هذا الوطن نستطيع أن نؤيده وأن نقويه، وأن نجعل هذا الوطن بالقوة والعزيمة والإصرار، وهذا كله يسبقه رعاية الله وحفظه لهذا الوطن. ونستطيع أن نحسن ونزين ونجمل هذا الوطن بأعمالنا ومكارم أخلاقنا والجد والاجتهاد. نأتي إلى مناقشة هذه الأبيات. بما يسود الوطن ويتقدم؟ يسود الوطن ويتقدم كما قلنا بالعزيمة والسعي الجاد والإصرار. نسود ونسبق غيرنا.
طب كيف نبني وطننا ونقويه؟ نبنيه ونقويه بالعدل، ونقويه برعاية الله وحفظه لهذا الوطن. أكمل نحسن هذا الوطن ونجمله بماذا؟ بالأخلاق الحميدة والسعي الجاد. نأتي إلى التعبيرات الجميلة في هذا النص. الشاعر يقول: اليوم نسوج بوادينا ونعيد محاسن ماضينا. نسوج بوادينا، هذا تعبير جميل يدل على القوة والغلبة، ويدل على الإصرار على تقدم هذا الوطن. جميل. كلمة محاسن جاءت جمعا، وقد تعرفنا فيما مضى أن الجمع أحيانا يدل على الكثرة. جميل. وكلمة محاسن هنا تدل على كثرة الصفات الجيدة والجميلة في هذا الشعب، الشعب المصري. كلمة نزينه بمآثرنا، ما التعبير الجميل في هذا؟ جميل. كلمة نزينه بمآثرنا، مآثرنا أي مكارم أخلاقنا، وكلمة نزينه أي نجمله. معنى ذلك أنه شبه المآثر ومكارم الأخلاق بالزينة التي نستخدمها في تزيين هذا الوطن وتجميله. استخدام الأفعال المضارعة: نسود، نعيد، نؤيده، نشيده، نحسنه، نزينه. قد درسنا فيما مضى وقد عرفنا أن استخدام الأفعال المضارعة على ما يدل؟ جميل، يدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. جميل. طيب، ما العلاقة بين نحسنه ونزينه؟ كلمة نحسنه ما معناها؟ وكلمة نزينه ما معناها؟ جميل، أحسنت. كلمة نحسنه ونزينه كلمتان مترادفتان، أي لهما نفس المعنى. إذن نحسنه ونزينه بينهما ترادف يقوي المعنى ويوضحه. تمام. نأتي إلى الجزء الثاني من النص. نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. نأتي إلى معاني الكلمات في هذا الجزء. ضحاها أي نورها، والمضاد ظلامها، وهاجا أي شديد اللمعان، والعكس خافتا. سعيا بذلا للعطاء والجد والاجتهاد، لأثيل أي أصيل، المجد هو الشرف والرفعة، والعكس الذلة والمهانة والوضاعة والحقارة. جميل. من خلال هذه المعاني نتخذ الشمس له تاجا، أي أن الشاعر يقول أننا نستطيع أن نزين ونجمل هذا الوطن، وكأنه ملك يجلس على عرشه، ونضع الشمس وكأنها التاج على رأس هذا الملك تزيينا له. وبالجد والاجتهاد نستطيع أن نصل إلى المجد والشرف والرفعة وأماكن العلو والارتقاء، وذلك كله من أجل أن نجعل مصر هي الدنيا، نجعلها في مقدمة الدول المتقدمة، وتكون من أوائل الدول، وتكون حقا مصر هي أم الدنيا، أو كما يقول عنوان الدرس: مصر هي الدنيا. نأتي إلى التعبيرات أو مناقشة هذه الأبيات. بما شبه الشاعر الوطن في هذه الأبيات؟ حينما نقول نتخذ الشمس له تاجا، من الذي يرتدي التاج؟ جميل، أحسنت، الملك هو الذي يرتدي التاج. يبقى هنا تشبيه للوطن بأنه ملك. طيب، وما هو التاج؟ قال نتخذ الشمس له تاجا، يبقى إذن شبه الشمس بالتاج. يبقى في هذه الأبيات شبه الشاعر الوطن شبه الشاعر الوطن بالملك، والشمس هي التاج المرصع أي المجمل أو المزين بالشرف والرفعة. طيب، من خلال هذه الأبيات أيضا، ما واجبنا تجاه الوطن؟ أن نسعى ونجد ونجتهد من أجل ماذا؟ من أجل رفعة هذا الوطن وعلوه وتقدمه. تمام. نأتي إلى التعبيرات الجميلة في هذا النص. الشمس له تاجا، كما قلنا وكما شرحنا أن هذا أسلوب ليس حقيقي، ولكنه أسلوب خيالي، حيث شبه الشمس بالتاج وشبه الوطن بالملك. جميل. أي هذا تعبير جميل، فيه تشبيهان: تشبيه للشمس بالتاج، وتشبيه للملك للوطن بالملك. جميل. هذا تعبير جميل
فيه تشبيه أو صور الشاعر الوطن بالملك والشمس بالتاج الذي يزينه، ضحاها عرشا وهاجا. تمام، هنا أيضا تشبيه جميل، حيث شبه ضحى ونور هذه الشمس بالعرش الذي يجلس عليه الملك. طيب، ما فائدة التكرار في كلمة سعيا في الأبيات حينما قال سعيا أبدا سعيا سعيا؟ كلمة سعيا تكررت في هذا البيت 3 مرات. تمام، يبقى قلنا قبل ذلك أن التكرار على ما يدل؟ أحسنت، التكرار يدل على التأكيد. يبقى فائدة التكرار هنا لتأكيد المعنى أو لتأكيد الحث على الجد والاجتهاد وعلى السعي لنجعل مصر هي الدنيا. تمام، نأتي إلى تدريب بسيط على هذه الأبيات، وهذا تدريب من أنشطة الكتاب المدرسي. يقول اقرأ البيتين التاليين قراءة جهرية ثم أجد. اليوم نسوج بوادينا ونعيد محاسنا ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده. ألف، تخير الصواب مما بين القوسين، مرادف نسود، هل هي نسأل أم نسبق أم نعرف؟ تمام، جميل، أحسن. يبقى نسود نسبق أو نغلب. طيب، مفرد محاسن، هل هي حسنة أم حسن أم حسنى؟ جميل، أحسنت، هي حسن. مضاد نشيده، نشيده ما معناها؟ نبنيه، أحسنت، أو نقيمه. تمام، يبقى إذا معنى مضادها نضيعه أم نفقده أم نهجمه؟ أحسنتم جميعا، يبقى مضادها نهجمه. اشرح البيتين التاليين ثم ضع عنوانا لهما من خلال الشرح السابق. يقول الشاعر أننا نسود ونتقدم ونغلب ونجعل وطننا في مقدمة الأوطان عن طريق ماذا؟ عن طريق السعي الجاد والإصرار والعزيمة، ونستطيع أن نعيد محاسن الماضي وأمجاد الماضي. وهذا الوطن نقويه ونؤيده بالحق والعدل، وهذا كله كما قلنا تسبقه رعاية وحفظ الله للوطن. طيب، ما العنوان المناسب لهذين البيتين؟ جميل، رعاية الله لهذا الوطن، أو ماذا؟ أو بالإصرار والعزيمة نستطيع أن نتقدم ونسبق غيرنا. أحسنتم جميعا. جيم، ما الجمال في قول الشاعر بعين الله نشيده؟ بعين الله أي بحفظ الله، نشيده أي نقيمه، يعني بحفظ الله ورعاية الله لهذا الوطن نقيمه ونشيده. هذا يدل على ماذا؟ جميل، أحسنتم، هذا تعبير يدل على رعاية وحفظ الله لهذا الوطن. وبذلك نقول أحبابي انتهينا من درس مصر هي الدنيا، وإلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.